يقول لك ما شاء الله يعني الزواج، يعني ما شنو الهدف من الزواج؟ الهدف من الزواج تكوين عائلة، إحصان الفرج والشرف والعفة وغيره. الآن السؤال اللي يزدح نفسه، يقول لك السؤال ما حكم التمتع بالزانية؟ يا جماعة خفوا شوي يا جماعة، تكس عشان أقرأ، يلا ما أنا مو مشكلة. يقول لك ما حكم التمتع بالزانية؟ وماذا لو كانت هذه الزانية مشهورة بالزنا؟ أيصح التمتع بها أم لا؟ وهل يشترط أن تعترف بأن المتعة عقد شرعي أم لا؟ هو المشكلة يعني السؤال بحد ذاته غامض شوية. الأستاذ عندما سأل يعني وهذه المشهورة بالزنا، طيب مشهورة على نطاق شنو يعني؟ على نطاق الفريج، المنطقة، المحافظة، البلد، القارة، ما ندري. احتمال يعني يقصد بس يعني مشهورة بالبلد اللي هو فيها، البلد الثانية لا ما ندري والله يعني. طيب ما حددها بالكيلومتر، يعني ايش كثر قطر الشهرة مالتها مثلا، 100 كيلو مربع، ما ندري، ما احنا عارفين بصراحة، ما احنا عارفين كم يعني ايش كثر درجة الفضيحة مالتها. خلنا نسمع الجواب. وين راح؟ وين راح؟ اسمع استاذي الكريم، اسمع اسمع حبيبي، يقول لك الإجابة التمتع بالزانية جائز، وكذلك المشهورة بالزنا، وإن كان مكروها. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها، يجوز التمتع بالزانية وحتى ولو كان مكروه خويا، هيك هيك مكروه شوية خويا، سمعت شلون؟ ها ها مكروه. هل هذا دين؟ هل هذا دين يا اثنا عشرية؟ هل هذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا، والله إنه لدين دعارة، هذا دين دعارة وليس دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن نأتي إلى هذا السؤال، يقول لك ما حكم، شوف 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 يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الورع الزايد يعجبني، الورع الاثنى عشري. يقول لك ما حكم التمتع بمرأة نيتها الزنا ونيتي انا المتعة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ها، مع علمها بالمتعة دون اعترافها به. الجواب باسمه جلت اسماؤه، ها، النية بنحو الداعي لا تضر، مع علمها بالانشاء وايجاد العلقة يجوز التمتع بها. يا عيني كل محترش حلال بهذا الدين، ولكم ما خليته شيء، ما خليته مخلوق، ها، يطلق عليه انثى، ها، الا يعني خربت اخلاقه. هنشوف بعد. لا 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 لا. والله هذا هذا شوي قوي، لا قوي حيل، خلوه يولي ما نبي. لحظة شوي بس، انا يعني اقرا بعض الفتاوى اللي احس انها يعني يعني تستحق تستحق ان الواحد يقراها. طيب السؤال الان، السؤال الان القوي، لحظة شوي، لحظة يا استاذ الكريم، خلنا من المطاط وخلنا من هذا، لحظة شوي بغار. يقول لك السؤال ما حكم الوطأ في الدبر للمتمتع اذا كانت بكر؟ الجواب باسمه جلت اسماؤه، يجوز. لحظة يا ابو مشاري، وينك يا ابو مشاري، وين راح؟ يقول لك يجوز، ها، يجوز، لحظة شوي، يجوز مع رضاها على كراهية، والاحوط تركه. لا يا استاذ كريم، ما عندهم حرام بارك الله فيك، الدبر هذا مو حرام، وهذا السيء السستاني، هذا السيء السستاني، هذا كذلك السيء السستاني افتى بذلك، السيء السستاني افتى بذلك. لو عليها عده، احلى شيء ان عليها عده، احلى شيء، احلى شيء ان المراه هذه المتمتع بها عن طريق الدبر عليها عده 45 يوم. نجيب لكم فتوى، نجيب لكم فتوى، قبل شوي قريت فتوى، اجيب لكم واحده ثانيه الان، بان عليها عده التي تتمتع من الدبر عليها عده 45 يوم. ما ادري حريم الاثنى عشريه، مع اعتذاري واحترامي للمؤدبين منهم، ان والله ما ادري حريمكم يعني تحمل من الدبر، ما ندري، مع اعتذاري لكم يا مؤدبين الاثنى عشريه فقط طبعا. خلنا اجيب لكم الفتوى هذه، اقوى من الاولى طبعا، اقوى من الاولى. هذه كاهو، هذه وموقعها، كل المواقع موجوده شباب، كلها موجوده. هذه الفتوى، هذه الفتوى، هذه الفتوى. هذه الفتوى يقول لك، يقول لك الفتوى تقول السؤال انا متزوج متعة باكر وتم الدخول. يا جماعة يا جماعة شوية خفوا التكس، والله ماني شايف، ماني شايف اقرا، خل اقراها من الموقع احسن لي، والله يا قسلي. يقول لك السؤال انا متزوج متعة باكر وتم الدخول دبرا برضاها، اللهم صل على محمد
وآل محمد، والآن تقدم لها شاب للزواج الدائم، هل الدخول في الدبر عدة؟ يقول لك باسمه جلت أسماؤه. خلينا نحط لكم إياه الإجابة، خلينا نحط لكم الإجابة. الإجابة يقول لك نعم، نعم للدخول في الدبر عدة، وهي 45 يوم. شلون؟ ما ندري شلون هذه العدة تجي للوحدة، يعني معاشرها زوجها من دبر، ها انها لها عدة، هذه المفروض عدتها، يعني المفروض يعني يكون والله يعني اقل ما فيها. يقول والله مثلا اذا راحت الحمام 5 مرات، ها هذه عدتها. مو 45 يوم، لا يبا، المفروض يقول هذا 5 دشات للحمام، هذه عدتها، هي من الدبر، هي من الدبر، اخزاكم الله، اخزاكم الله، سمعت شلون؟ ها؟ ولا والله تاكل مسهل وخلصت، انتهى الموضوع، هذا المفروض تكون عدتها، مو 45 يوم. ها؟ هذا هو دين الاثنا عشرية. كمل يا ابو مشاري، كمل يا ابو مشاري، كمل، معلش 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 معلش. يقول لك يا عيني عليك، يا عيني عليك، يا عيني عليك، تعال اسمع، تعال اسمع بس، تعال اسمع، تعال اسمع، تعال اسمع. هذا يا حبيبي اكثر من كذي فتاوى بعد شو اجيب لك؟ يقول لك ما حكم زواج المتعه على بنت الهوى؟ يا عيني بنات الفنادق، مع العلم بانها لن تعتد، وهل اكتفي بتلقينها الصيغه من غير ايضاح المغزى من الصيغه؟ وما حكم تلقي الصيغه من غير ايضاح المعنى منها؟ خلنا نسمع الان الجواب باسمه جلت اسماؤه. يجوز الزواج منها وان كانت بلا ترديد مومس. اسمع، نعم اذا زوجت متعه وادخل الزوج بها لا يجوز تزويجها الا بعد انقضاء العده. ما شاء الله، واحد يقول له واحده من بنات الهوى بالفنادق، هم قال له هم تزوجها وماكو مشكله. بارك الله بك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. السؤال الان، السؤال الان ثاني بعد، هم ثاني، ها ما في شيء حرام حبيبي، كل ما احترجه حلال. السؤال، عمري الان 30 سنة ولم يحالف الحظ في الزواج، فهل يجوز الزواج المؤقت من المشهورة بالزنا؟ هي ايش قد مشهورة؟ على اي مستوى بارك الله فيك؟ ما ندري على اي مستوى مشهورة، احنا ما ندري شنو هذا، على اي مستوى احنا ما ندري شهرتها بصراحة، مستوى الحارة، مستوى المنطقة، المحافظة، الولاية. يقول لك، يقول لك، يقول لك شو يقول لك؟ يقول لك يجوز، 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 ها انا ما ادري هالكراهية شنو، الزواج يجوز، ما لا ما طلع كلمة يجوز، ما طلعت، هاي نكملها عشان لا يقول والله بترها ابو مشاري، ها بترها ابا مشاري. هذا هو يجوز الزواج من مشهور بالزنا على كراهية، وترتفع الكراهية بالتوبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شفت شلون؟ لحظة شوي، لحظة 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 شوي لحظة بس، ثواني 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 ثواني، عيد الإجابة بارك الله فيكم، عيد عيد الإجابة. يقول لك يجوز الزواج من المشهورة بالزنا على كراهية، وترتفع الكراهية بالتوبة. الله أكبر، الله أكبر، حلفها بشرفها إنها ما تزني بعد، يعني أحسن شيء إنك تحلفها بشرفها إنها ما راح تزني بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد، حلفها بشرفها. والله دين بطيخي، يا عيني عليك، يا عيني عليك، يا عيني عليك. طيب جينا الآن للجد، الآن وصلنا إلى تطور العلم التكنولوجي، دخلنا بالتكنولوجيا بارك الله فيكم. الآن دخلنا بالتكنولوجيا، السؤال الآن يزدح نفسه. السؤال، هل يجوز زواج المتعة عبر الإنترنت أو الهاتف؟ لا والله ما أشوف أقرأها من هنا من هل يجوز زواج المتعة عبر الإنترنت أو الهاتف؟ بس المشكلة السائل يعني شوية بخل علينا بتعريف الإنترنت، هل هو دايل أب ولا دي إس إل ولا كيبل، ما ندري. يقول لك هل يجوز زواج المتعة عبر الانترنت او الهاتف اذا كان ذلك حدود للعلاقة، وذلك للكلام مع الطرف الاخر بحرية، ولا يعني ذلك ان مواضيع المناقشة تخص الجنس فقط. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب باسمه جلت اسماؤه. زواج المتعة بمعنى انشاء الزوجية بما لها من القيود عبر الانترنت او الهاتف. اللهم صل على محمد وآل محمد. انا ما ادري شنو هالقيود هذه اللي عبر الانترنت، هذه ما ندري وين نلقاها، وين نلقاها هذه، ما ندري والله، ما ندري وين نلقاها بارك الله. مش طيب، ولكن التوبة تجب ما قبلها، فارجوك لا تخلط الاوراق، اذا واحدة تابت خلص. اي ما قلت شيء بارك الله فيك، انا ما قلت شيء، يعني انا ما اتكلم، انا احلفها بشرفها وتوب هذه المشهورة بالزنا، انتهى الموضوع بارك الله فيك. طيب نقرأ الفتوى اللي بعدها، نقرأ الفتوى اللي بعدها.
لا 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 لا. يقول لك هل يجوز للبكر الرشيدة أن تتزوج زواج المتعة من خلال الهاتف أو الإنترنت بحيث يتحدد المهر طبعا وتتحدد المدة وبعدها يتم العقد؟ أدام الله ظلكم الوارف على المؤمنين. نعم والله أدام الله ظلكم وزندقتكم الوارف على المؤمنين. نعم يجوز الزواج عن طريق الهاتف. السؤال الآن اللي يسدح نفسه، المهر هذه المتمتعة عن طريق الهاتف، ما هو مهرها يا شباب؟ ها، من يعرف ما هو مهرها يا شباب؟ ها، شحن جوال. بارك الله بك، بارك الله بك. نعم شحن جوال.